اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قواعد كينج هيستوري، القواعد بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن هرم الملك نفر اير كارع. هنكمل كلامنا الحلقه دي عن موقع الهرم ومكان حفره، وهنقول ان موقع هرم الملك نفر اير كارع اثر بشكل كبير جدا على عمليه بناء الهرم، وخصوصا في عمليه رمي الاساس. وبيقول عالم المصريات الدكتور ميروسلاف بارتا ان واحده من العوامل المؤثره جدا على موقع بناء الهرم، وهو موقع الهرم بالنسبه للعاصمه اللي كانت موجوده في الدوله القديمه بالتحديد في عصر الفراعنه، وهي العاصمه ممفيس. وده بشرط ان يكون موقع وسط مدينه ممفيس متحدد بشكل دقيق جدا، لان مقبره ابو سير بينها وبين وسط المدينه حوالي 4 كيلومتر. كانت الفايده من قرب موقع البناء من المدينه هو سهوله وزياده الوصول للموارد والقوى العامله، وبالتحديد الموارد البشريه. واهم منطقه كانت منطقه جنوب غرب ابو سير، عشان مقلع الحجر الجيري اللي كان موجود في المنطقه دي كان العمال بيستخدموه عشان يصنعوا كتل الحجر الجيري اللي كانوا بعد كده بيستخدموها عشان يبنوا بيها الهرم. وكان العمال بيحبوا في الغالب يلجأوا لمحجر ابو سير بالتحديد، عشان الحجر الجيري هناك كان سهل بشكل خاص، لانه كان متقسم لحصى وطبقات معينه، وكان الحجر الجيري في المنطقه دي متقسم لنوعين، حصى وتفلت، فده كان مسهل ان الحجر الجيري يكون موجود على شكل طبقات. عشان كده كنا بنلاحظ في الاهرامات بالتحديد ان الحجر الجوانب بتاعته حاده بشكل كبير، رغم ان الفراعنه ما كانوش بيستخدموا الات متطوره زي الات بتاعه دلوقتي، وده سر من الاسرار اللي احنا لغايه دلوقتي لسه ما اكتشفناهاش. حاجه زي دي كانت بتسهل على العمال في عهد الفراعنه ان هم يستخرجوا احجار من قلب المحجر. الاحجار دي كانت الجوانب والحروف بتاعتها حاده جدا، وكانوا بيستخرجوها من قلب المصفوفات بتاعه الحجر الجيري. في سنه 1838 في عالم مصريات بريطاني اسمه الدكتور جون شاي بيرنينج اخلى مدخل اهرامات ساحور ونفر اير كارع ونيوسير. بعد 5 سنين اكتشف عالم المصريات البروسي الدكتور ريتشارد ليبوسيوس مخطط اهرام الملك نفر اير كارع ومقبره ابو سير. كان الدكتور ليبوسيوس هو اللي اقترح النظريه اللي على اساسها تم تطبيق طريقه البناء، وهي طريقه طبقه التراكم اللي استخدمها ملوك الاسره الخامسه والسادسه في بناء اهراماتهم. وواحده من التطورات المهمه هي اكتشاف برديات ابو سير جوه معبد نفر الرع خلال الحفريات غير المشروعه، بالتحديد سنه 1893. وفي سنه 1902 في عالم مصريات الماني اسمه الدكتور لودفيج بوشاردت عمل في البعثه الالمانيه اللي كانت في مصر، واللي كان هدفها ان هي تنقذ الاهرامات دي من ان هي تنهار. والبعثه دي قدرت ان هي تكتشف المعابد المجاوره والجسور المحفوره. والنتائج اللي توصلت اليها البعثه دي قدرت ان هي تنشرها بالتحديد سنه 1909. كان المعهد التشيكي لعلم المصريات مشروع تنقيب طويل الاجل بيدور في المنطقه دي منذ ستينيات القرن الماضي. ودلوقتي هنبدا في الكلام عن مجمع الاهرام، واول نقطه هنتكلم فيها وهي التخطيط. هنتكلم في التخطيط ونقول ان عمليه بناء الهرم خضعت لتقنيات وتطور بسبب انتقال الاسره الخامسه لنوع جديد من البناء في الاهرامات. وواحده من التطورات دي هو ان المعبد الجنائزي حجمه بقى اصغر من ايام الاسره الرابعه، والبنيه التحتيه للهرم اصبحت موحده بشكل كبير جدا. ورغم البساطه اللي كان بيستخدمها ملوك الاسره الخامسه في ان هم يبنوا الاهرامات بتاعتهم، الا انهم قدروا ان هم يخلوا اهراماتهم شكلها اجمل من خلال النقوش البارزه اللي كانوا بيعملوها على جدران الاهرام دي، وقدروا ان هم يسروا المعابد والاهرامات بتاعتهم بمراكز ومجمعات تخزين اكبر من اللي كانت موجوده في اهرامات الاسره الرابعه. حابب ان اختم معاكم الحلقه بسؤال: تفتكروا هرم الملك نفر اير كارع التخطيط والتصميم بتاعه كان عامل ازاي؟
ان شاء الله السؤال ده هجاوب معاكم عليه الحلقه الجايه، وهتلاقوا لينك فيسبوك والتيك توك بتاعي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.